أخرى للمنابر الإعلامية على هذه الفرصة اللي تحتاج لنا نتواصل معكم من خلالكم نتواصل مع المهتمين بالشأن التعليمي في الإقليم ديال تيزنيت. جرينا على عادتها التواصلية، طلبت المديرية الإقليمية أن ندير هذا اليوم الإعلامي اليوم باش تعطي مجموعة ديال المعطيات حول المنظومة التعليمية وما يميزها في ظل يعني هذا النهضة التربوية اللي كتعرفها بلادنا وكتعرفها الإقليم كذلك. إذا كانت فرصة كذلك أننا نوضح لكم بالأرقام بعض من الإنجازات ديالنا إن على مستوى العرض التربوي أو على مستوى عدد التلاميذ ووضعيات المؤسسة التعليمية التربوية. فأتمنى أنكم تكونوا من خلال هذا العرض اللي تقدم لكم تكونوا لقيتوا المراد ديالكم، ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم لقاءات تواصلية مستقبلية باش نزيدوا نتواصلوا معكم دائما، لأن نأكدها مرة أخرى من خلالكم كنتواصلوا مع الأمهات ومع الآباء ومع المهتمين بالشأن التعليمي. شكرا لكم.